كنشكروا اليوم 24 على الالتفاته اللي صراحه التفتوا كيزوروا الصناع التقليديين من يعطيو الكلمه ديالهم من يكون واحد صراحه واحد النظره على المعرض اللي دابا حاليا. المشاركه ديالنا حنا كصناع تقليديين من مدينه طنجه شاركنا بالزيت التقليدي ديالنا كما كتشوف، وصراحه جات المبادره من الناس اللي مسؤولين على القرى الصغرى، صراحه كنشكرهم على الدعم، كيدعموا صناع تقليديين ماديا ومعنويا وواكبوا معنا وجاو وقفوا معنا، كنشكرهم كذلك. كنتمنى والله صراحه يكون شي اقبال، يا صراحه الزوار كاينين مزيانين، كاين الزوار بكثره، وفي واحد الشهر ديال الصيف يعني اللي هو ضروري ما يكون اقبال ان شاء الله، هذا ما كنتمناوه ان شاء الله. بني حسن اقليم تطوان، الحمد لله تحلت لي الفرصه باش شاركت في المعرض في مدينه طنجه، حيت مدينه طنجه تبارك الله عليها الاقبال وكتعمر في الصيف بالزوار من انحاء العالم. تحلت لي الفرصه باش نعرف بالتعاونيه ديالي وبالمنتوج ديالي، وفي نفس الوقت نسوق المنتوج ديالي ونتعرف على ناس جدد وخبر جديده. منخرطين في اتحاد تعاونيه القوت مولاي عبد السلام المشيش، وحنا شاركنا مع المؤسسه ديال الرواج ديال سداتنا، ورا فرحانين بالمشاركه في هذا المعرض، وكنشكروا جميع المسؤولين اللي سهروا على التنظيم ديال المعرض، لكن الخير والبركه، وكنشكروا بعدا على الموقع ولا الحمد في المستوى، وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى المسؤولين انهم يكثروا في هذه المعارض، كثروا في هذه المعارض فهمتي كيفاش، وشكرا للجميع. مولاي عبد السلام المشيش تربيه النحل وانتاج العسل وتسويقه والاعشاب العطريه والطبيه، منطقة مولي عبد السلام المشيش، ودابا الحمد لله رقيبة من طنجة. نعم نعم. مشاركة اليوم في التعاونية ديال البازار التضامني، احنا جد سعداء اليوم بالحضور ديالنا وبالمشاركة ديالنا في هذا البازار هذا، اللي خول لنا الفرصة بأننا نعرضوا المنتوجات ديالنا، المنتوجات ديال الصناعة التقليدية، ونزيدوا نبرزوها ونبينوها للناس باش يعرفوا باش كيمتاز المغرب ديالنا الجميل والعريق. ومرحبا بكم معنا في طنجة في ساحة الأمم. تعاونية تيفلوس جانو دراك لكي تواجد المقر ديالها في جماعة سيدي وعزيز زائرة ولاد برحيل إقليم تارودانت جهة سوزمسة درعا، فحصلنا الشرف أننا حضرنا معهم في هذا المعرض، معرض بازار تضامني لكي تواجد حاليا في ساحة الأمم في مدينة طنجة. ان شاء الله الحمد لله ملي حضرنا معكم وجينا ان شاء الله باش نعرفوا بالمنتوجات اللي كتزدخر بها المنطقه ديالنا اللي هي منطقه سوس من املو وعسل، وكذلك عندنا اركان المعروف على الصعيد الوطني بجهه سوس، وجينا ان شاء الله باش نعرفوا كذلك بالتعاونيه ديالنا وبالمنتوجات اللي كدير. ومرحبا بكم الناس ديال طنجة، مرحبا بكم جميعا في هذا المعرض اللي غيستمر الى غايه 5 أغسطس 2023 ان شاء الله. المعرض هذا على حساب الجمعيه ديال التيسير هي اللي ساعدتنا باش شرينا المرايم وخدمي بهذا الشيء ديال الصناعه التقليديه، حيت الصناعه هذه كنشوفوها غادي تنقرض، ما كيبغيوش يتعلموا للاجيال، وهي الصناعه هذه موروثه من الجد للجد، والصناعه شريفه بزاف. وهذا المعرض هذا جينا نشاركوا فيه باش يفتحنا فرص باش يعرفونا الناس من اي بلاصه. لا زعما المعرض في احسن موقع، زعما في النسبه ديال مدينه طنجه في النسبه للموقع لحسب ساحه الامم هي احسن موقع ديال المعرض، ديال اللي اي واحد كيجي من ساحه الامم من اي بلاصه كيجي ضروري ما يجي ساحه الامم يدور فيها. كنشتغل في ميدان حرفي، يعني واحد الميدان من الصناعه التقليديه، انا كنشتغل حاليا على الصباغه على الثوب، صباغه على الحرير، صباغه على الزجاج، والاعمال اليدويه خاصه فيما يتعلق بالديكور المنزلي واشياء اخرى. هذه فرصه جيده يعني بالنسبه لنا، كنشكروا المسؤولين على هذا المعرض اللي عطاونا هذه الفرصه باش نعرضوا المنتوجات ديالنا ونساهموا حتى حنايا في التنميه ديال بلادنا والمنطقه الشمال، خصوصا المنطقه ديالنا ديال الشمال. وصافي هادي الشيء اللي نقول لك، فرحانين بزاف الحمد لله، والله ييسر الامور. جاي من اصلي من سوريا بس جاي من فرنسا حاليا، عم نتفرج على التقاليد المغربيه انا والاولاد. الحمد لله يعني شفنا كثير شغلات جديده، خاصه العسل والمنتوجات الطبيعيه واللباس التقليدي خاصه، حاول نشتري لحالنا كمان. جاك لي
لباس تقليدي مغربي. لا حلو يعني تقليد عربي يعني هذا بمثل العرب بصلة وحتى بسوريا في قريب له يعني ولكن مو نفس الشيء مو نفس الطرز طرز آخر الحمد لله. ومزيان أنه يكون عندنا المعارض باش الناس يتعاونوا شوية في التسويق ديال المنتوجات ديالهم في مختلف المدن المغربية. مزيان أن السلطات والقطاعات الحكومية المعنية أن نتعاون في هذا النوع من المعارض أنه يكون مختلف المدن المغربية باش الناس أن يتعاونوا في التسويق بحال اللي قلت المصرف اليومي ديالهم ولا التعاونيه تكبر مع الوقت وتولي مقاولات صغيره متوسطه وعلاش لا تولي كبيره مع الوقت.